بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله القبول. العبادات مرشحات للغفران، العبادات كلها هي مرشحات للغفران. نعبد الله كما أمر، ونسأل الله القبول، ونسأل الله التوفيق والدوام، لأن الدنيا معمرة بالهموم، معمرة بالعواصف، معمرة بالابتلاءات. نسأل الله الثبات. ربي قال في سورة إبراهيم في الآيتين 26-27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذلك نسأل الله الثبات، فالله يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء. ما كانش واحد منا اللي عنده قائمة الابتلاءات، ولا واحد من البشر، خاطر لو كان يرجع الأمر لينا نختار. أي واحد منا يقول يا ربي جربني بكذا وكذا وكذا، ولكن هذه ما نقدر لهاش. مثلا تقول ما تجربنيش في صحتي، ما نمرضش، الباقي الخسارة تجارة عادي نقبل كلش، من الصحة والله ما نقدر. وآخر يقول خلاف ذلك. ولكن باش نفهموا هذه القاعدة مهمة في حسن التعامل مع القضاء والقدر، ربنا يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، يبتلينا متى شاء لا متى نشاء. إذا كان فهمنا هذه القواعد سنحسن التعامل مع هذه العقيدة. هذه مقدمة باش ندير واحد درس خفيف تحت عنوان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية نسميها الآية الراعدة، رعد، هي راهي في سورة الرعد، الآية 11، الآية 11 من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم شهدنا حدث في هذه البلدة الطيبة، افتتاح المدرسة القرآنية. سمعنا ما شاء الله، ولكن حينما شفنا تمتعنا، قلنا سبحان الله كيف ربي سبحانه يعطي يمنح التوفيق. وحصل تغيير كبير جدا، الله يبارك، الصغار والكبار، الرجال والنساء يحفظوا القرآن، يقرأوا القرآن الكريم. ما هذا التغيير؟ أكيد قبل شهور أو قبل سنوات ما كانش هذا الشيء، حتى إذا كان موجود موجود بطرق معينة، ولكن احنا نتمناو التغيير هذا، يعني نتغير، ننتقل من وضع موجود إلى وضع أحسن منشود، من إلى، ننتقل من وضع إلى وضع. وهذه قاعدة في كل مجالات، في كل مجالات. واحد في التاجر في التجارة لازم يخطط ويتخذ الأسباب ويكون عنده نية التغيير باش ربي يوفقه، أم بعد ربي سبحانه عز وجل يتكل عليه، يعني يتخذ الأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب ويصير التغيير. وتشوف هذا التاجر صغير ولا كبير، فلاح صغير ولا كبير، في مجال التعليم القراية كان واحد اسمه سيوطي،
صاحب كتاب الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي، كي راح باش يحج رفد ما زمزم باش يشرب زمزم ودعا ربي، قالوا يا ربي أسألك باش تبلغني مرتبة كمرتبة البلقيني في الفقه. والإمام البلقيني هذا جبل من الجبال في العلم. قالوا أسألك يا ربي أن ترزقني مرتبة كمرتبة البلقيني في الفقه ومرتبة كمرتبة ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرام من أدية الأحكام في الحديث. أتمنى باش يتغير من وضع إلى وضع. وربي سبحانه حقق له المراد. الحافظ ابن حجر العسقلاني هو أيضا دعا ربي، هو الحافظ. من هو الحافظ؟ قامة كبيرة جبل من الجبال، أيضا دعا ربي قالوا يا ربي أرزقني مرتبة كمرتبة الإمام الذهبي. كل واحد وين يجري، يتسابقون في الخير، يسارعون ويسارعون في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. يصح الاستدلال بهذه الآيات في هذا المجال، مجال تاع القرايه. اقرا عبد الفتاح ابو غده رحمه الله عنده كتب رائعه جدا، منها كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وعنده كتاب اخر اسمه قيمه الزمن عند العلماء، ويحكي حكايات عن العلماء السابقين كيف كانوا يستثمرون أوقاتهم أعمارهم في التحصيل العلمي، ودائما يتمنوا الزيادة. لازم يتغيروا، ما يبقاش في وضع. اليوم شفنا الله يبارك اللي متقاعدين ويقرأوا القرآن وبإتقان، شفنا الكبار صغار رجال نساء. ما هذا فتح من الله، نحمد ربي باش ربي يدوم النعمة، ونتمنوا هذه النعمة وهذه المدرسة القرآنية النموذجية والأنموذجية يقتدى بها في ربوع الجزائر. نرجع، هو يحكي من الحكاية اللي يحكيها، يحكي عن الإمام البيروني. الإمام البيروني هذا وش يكون؟ المؤرخ الفرنسي سخاو يقول عن الإمام البيروني هو أكبر عقلية عرفها التاريخ. عندهم ميزان باش يوزن العقول، العقول الكبيرة. قالك هو أكبر عقلية عرفها التاريخ. كان حريصا على التحصيل العلمي إلى آخر لحظة في حياته. قبل ما يموت جاءه عواده زوار اللي دارين به يلقنوه الشهادة خلاص يروح. وبعدين يقول لك الموت تعطي الراحة. سمع لهم يتناقشوا في مسألة علمية، قال لهم كي تلقاو الجواب أعطيوا لي الجواب. قالوا له واش تدير به؟ راك رايح راك تموت. قال لهم أحب أن ألقى الله وأنا أعرف هذه المعلومة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. شوف الحرص. الحافظ ابن حجر العسقلاني دعا هذا الدعاء وربي سبحانه حقق له المراد، والعلماء يقولون بل زاد عليه، زاد على الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء. لذلك سمحوا لي في هذا المجال العلمي كاين تغيير، ارتقاءات. والمتنبي الله يرحمه يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فوق لازم يكون عندك طموح. القناعة في العلم مرفوضة. أقرأ حتى تموت كما تعبد ربي حتى تموت. القراية أيضا أحرص على وقتك، فالوقت هو الحياة. نحرص جميعا أوقاتنا أعمارنا أوقاتنا. والحسن البصري الله يرضى عليه يقول
يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. نروح المجال الخيري، رانا في شهر رمضان، القرآن والتراويح وخير ربي، وكاين وجه مشرق آخر اللي هو العمل الخيري، مساعدات الفقراء والمساكين، باش الفقراء ما يكونش عندهم مشكلة نتاع الماكلة نتاع الغذاء في رمضان، ما يرفدوش الهم نتاع القوت، يتفرغوا للعبادة والطاعة كما كل الناس. والحمد لله النشاط الخيري موجود، موائد رمضان، قفة رمضان، الأغنياء يتصدقوا ويتبرعوا، بل الجميع يستوي الجميع، الكل سخي، وهذا مطلوب أيضا باش يتغير حالنا، باش ربي ينظر إلينا بعين الرحمة. وربي قال في القرآن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ربي قال ديروا الخير، احنا قلوب الدرجة دير الخير ونساه. ربي قال في سورة الحج الآية رقم 77 ما قبل الأخيرة، عندها 78 آية ما قبل الأخيرة، ربي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سورة الحج الآية 77 كاين آية أخرى تقول ما تكتفيش غير بفعل الخير، زيد اجريوا سابقوا. ربي قال في سورة البقرة الآية 148 فاستبقوا الخيرات، ما قالش دير برك الخير، نعم دير الخير، ولكن في آية أخرى تأمرنا وترشدنا إلى الاستباق، فاستبقوا الخيرات، تكررت في سورة المائدة الآية 48، في سورة البقرة زائد 100 148، في سورة العمران ويسارعون في الخيرات. إذن نجد الآيات تأخذ بألبابنا وعقولنا وترفع من هممنا من أجل إحداث التغيير النوعي في العمل الخيري، ولكن أيضا ونحن نفعل الخير ما يلزمش ننتهك حرمة الإنسان، لازم نحافظ على الحرمة نتاع بنادم نتاع الفقراء والمساكين، عندهم كرامة، عندهم كرامة. لذلك نعطيو نصيحة للشباب، ما تصوروش الأرامل واليتامى وتبعثوهم الفيسبوك، شي مليح خاطئ، درت الخير تستر، كاين أمور تتصور يجوز عادي، كاين أمور أخرى تمس بكرامة الإنسان أو تلحق به أذى، ربي اسمه هذا. الدليل في سورة البقرة الآية 263 قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، أو أذى، أذى حينما يصاب الإنسان في كرامته، يصاب في شعوره في مشاعره، لا لازم الحذر. هو القرآن فيه كلش، سمعنا الآية في درس اليوم الآية 9 من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نرجع سورة البقرة الآية 263 سمعتها قول معروف خير من صدقة يتبع هذا، والآية اللي بعدها وش تقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هو كلام ربي، هو اللي عرفنا، هو اللي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علاه؟ خاطر ربي قال في سورة الإسراء الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم. شفت القرآن يا سعدنا مرة أخرى، على بالكم أعظم نعمة عندنا هي هذه القرآن، هو اللي يدير فينا كلش، يرفع من أقدارنا، يغير من وضعنا، يغير من وضعنا يقينا. نقرأ في سورة المائدة ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن قبل هذه وش كاين؟
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذ نجمعة الخير، هكذا نحدث التغيير النوعي في جميع المجالات، في المجال التجاري المالي الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الأسري، في المجال الخيري العمل الخيري، في مجال التعليم عموما العلوم. ربي قال اقرأ، قرأوا، اقرأ باسم ربك، المهم باسم ربك. لا ينفصل العلم عن الإيمان، العلم إذا انفصل عن الإيمان دمر، وإذا اتصل بالإيمان عمر. العلم عمار أو دمار؟ إذن كل شيء موجود، ولكن سمحوا لي، هذا التغيير باش يتحقق لازم له قواعد وشروط. منها أول قاعدة إرادة التغيير، النية. يا أخي احنا نعرفوا كاع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا المسجد المبارك في يوم من الأيام ما كانش، كان ولو كان حاجة أخرى، يجي واحد دار النية، واحد ربي يعرفه ومنكم اللي يعرفه، يقول نبني الجامع في المكان الفلاني. رأي، والرأي في حد ذاته رزق. المتنبي قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني. يجي واحد آخر يقول هذيك الأرض يا يعطيها يا يشريها في سبيل الله، وقف. يجي واحد آخر يقول لك عندي دراهم. يجي واحد آخر يقول لك عندي العرق. اللي ما عندوش دراهم عنده العرق، والعرق ثاني رزق كبير مش غير دراهم، كل شيء. يجي واحد ماسون يقول لك نخدم، واحد مهندس يقول لك نخطط. الجميع مخاطب بالآية السابعة من سورة الحديد، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفق مما تملك، اللي عندك. تقول ما عنديش دراهم، عندي العرق، عندي الرأي. كما ذوك المدرسة أسست، اللي قرأ ويجي ويقريه. قريت أنت والله يبارك، عندك إجازة في ورش ولا كذا إلى آخر، قري. عندك علم العلوم قريه، والله يبارك. الطموح اللي ذكر فضيلة الشيخ صباح كي سمعنا في الجمعة، قال لك الألف، إذا كان سمح لي الألف وصلوا خلاص. هو قال نهاية رمضان أول يوم خلاص، معلش الشيخ بعد إذنك يعني. سمعنا هذا الخبر السار، دروك الآن اللي شفنا بعيوننا 730 زائد حوالي 150، تبعنا كاع الإحصاءات، وقال لك من نهاية الشهر نوصلوا ألفا، وصلوا الألف اليوم. معنا من نهاية رمضان غير ديروا التوسيعة للمدرسة، الله يبارك، وإن شاء الله الآخرين يقتدون بكم ونقتدي بكم، لأن النجاح يستهل باش نقتديوا به وباش نسأل الله المزيد. وما ذكرناه من باب الشكر، ربي قال وقليل من عبادي الشكور، وقال وسيجزي الله الشاكرين، قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يديم النعم. قاعدة الأولى إذن لإحداث تغيير حقيقي لازم تكون النية وإرادة التغيير، ولكن هذه النية والإرادة لازم تنطلق من مقتضى قوله تعالى في سورة الرعد الآية 11، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المنطلق الأساس للتغيير الحقيقي هو اللي يبدأ من النفس. القاعدة الثانية اتخاذ الأسباب، سميها هكا، سميها حسن التخطيط. لازم، من لم يخطط للنجاح فقد خطط للفشل. هذه ولا هذه؟ خطط، خطط للنجاح في كل مجال اللي راك فيه، وكل الميسر لما خلق له، وبعد ربي سبحانه يوفق. هذه نقطة مهمة. رقم ثلاثة، القاعدة الثالثة، احترام السنن. كاين سنن، ربي دار سنن في الدنيا هذه، في هذا الكون، في المجتمع، في كل شيء، والوقت لا يسمح باش نفصله، ولكن أرشدكم إلى قوله تعالى في آل عمران، ربي قال قل سيروا في الأرض فانظروا
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف، يعني كيف كان عاقبة المكذبين. اقرأوا، نقرأ، لابد أن نقرأ هذه السنن ونحسن التعامل معها. هذه سنن الله، هذه قاعدة ذهبية من أجل تحقيق التغيير المنشود. وكاين أيضا قاعدة أخرى مهمة، هي وجود مساند. لازم تسند على من؟ أولا على ربي، توكلوا على ربي أولا، خاطر كي توكلوا على ربي هو مسبب الأسباب وكل شيء بأمر منه. ربي قال في سورة ياسين الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن أمره بين الكاف والنون، نتوكلوا على ربي وزد بيناتنا هذا يساند هذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ربي قال في حقه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني تأييد الله يكفي، ولكن باش ربي يعلمنا بنحتاج بعضنا البعض نتعاون. قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نحتاج إلى مؤيدين، نحتاج إلى مساندين معاونين. ربي قال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا كان احترمنا هذه القواعد سيتغير حالنا إلى أحسن حال. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. في الخاتمة نقول لكم جزاكم الله خيرا على قوة الحضور وعلى حسن الانتباه. جملتم هذه الجلسات الإيمانية في هذا المسجد المبارك، جملكم الله وحقق الله آمالكم ويسر أموركم. الشيخ نبهني بالدعاء اللي صلينا عليها اليوم، الله يرحمها، أولادها تبرعوا بمبلغ مالي للمدرسة القرآنية. الله يبارك، شوف الوالدين الأولاد الصالحين هاو اليوم راحت من دار الدنيا إلى دار القرار، اليوم بدأت رحلة الخلود، ولكن الأولاد الصالحين تصدقوا على الروح نتاعها، الصدقة هذه تلحقها تسبقها إلى الجنة إن شاء الله. إذن ربي يجازيهم خير الجزاء. والأخ المجاهد الثاني اللي تبرع بمبلغ مالي لفائدة المدرسة القرآنية، والإخوة الآخرين بلا ما نذكر أسماءهم ربي يعرفهم، وتبرعوا أيضا لفائدة المدرسة القرآنية. كل هذاك الخير اللي قدمتوه يسعدكم، يسعدكم، لأنه تلقاوه زاد ينتظركم في دار القرار. يا سعد اللي يعمر الآخرة نتاعو يعمر الدنيا. ربي قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم افتح لجميع إخواني وأخواتي أبواب رحمتك، اللهم حقق أمالهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم افتح لهم أبواب رحمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.